بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم يوسف، مريضة سرطان منتشر عافاكم الله ويشفيني. هذا فيديو رقم 2 في متابعة حالتي بعد أكثر من شهرين لاستعمالي عسل مؤسسة أنوار المدينة، الذي استفدت منه في كثير أشياء، منها النشاط الزايد والطاقة العالية والنوم المنتظم، بالإضافة إلى نسبة الورم قلت كثير في آخر فحص، فهذا أعطاني حماس كبير بأن أكمل مع شيخ أبو حمدان ومجموعته. وأشكرهم على متابعة حالتي والاهتمام. لك كل الود يا شيخ أبو حمدان، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، وربنا يزيدك في فعل الخير.